بعد برزة وتشرين بدء التهجير في القابون بدمشق، كيف تسير معارك تحرير الرقة؟ القوات العراقية تبدأ اقتحام أكبر معاقل داعش في الموصل، كيف يحاول داعش الدفاع عن نفسه؟ بعد الهجمات الإلكترونية، هل سيناريو قيام حرب نووية بيد القراصنة بات قريبا؟ مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم استديو الآن، حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي. وقبل الدخول بتفاصيل ملفاتنا هذه الليلة، سنتابع في استديو الآن التقارير والقصص التالية. بعد برز والوعر، القابون تودع أهلها بعد اتفاق بين قوات الأسد والمعارضة السورية يقضي بتهجير 5000 مدني وعسكري وترحيلهم إلى الشمال السوري على عدة مراحل. والله وصلنا لمرحلة أنه على المقرات صار في حرس، ما عاد في نقاط، صارت على المقرات الحرس. قدم الحي بما فيه الكفاية من شباب ومن دم ومن سلاح ومن زخيرة، ما خلى شيء ما قدمه. هلا احنا هو الأسوأ بقلبنا كتير والزعل على بلدنا كتير، بس احنا ما في رجعة، يعني خالص بلد خالص، يعني صرنا 75 يوم دمار 80% من الحي القابون. هو اصلا حي ما عاد صفي، يعني بالقابون بيوت لانه نسكنها ما عاد فيه. احنا طالعين غصب عنا، ما بكيفنا غصب عنا، ونحن ما لنا راجعين. اللي بيقول لك انه راجعين قول له كذاب، نحن عملنا حالنا وطالعين، ويمكن يا منشوفها لبلدنا يا ما منشوفها. ما هي رسالة زعيم القاعدة أيمن الظواهري لقائد جبهة فتح الشام أبو محمد الجولاني برأي الصحفيين السوريين؟ يعني فقط هذه الرسالة إذا حاولت أن تفكك عناصرها وما تحمله من رموز خفية، هي تريد أن تقول للجولاني أنك قد وجدت كوسيلة من أجل تحقيق حلم القاعدة في الانتشار والحرب وإيذاء الإنسان. الجولاني ما أعتقد أنه يمتثل، إذا كانت الرسالة للجولاني ما أعتقد أنه يمتثلها، لأنه الجولاني فعلا له أطماع، واضح من رسائله ومن خطاباته أن هذا الرجل يعني عنده أطماع في سوريا. عندما يوجه رسالة، الرسالة كانت موجهة في ظاهرة لعوام ما يسمى المجاهدين. دائما وبعد الانتهاء من عمليات التحرير تطفو على السطح ممارسات داعش وانتهاكاته ضد المدنيين الأبرياء، من جاب الضرائب وفرض الغرامات وزجه بالسجون لكل من يعارضه ويخالف أفكاره. هي موضوع جباية، يعني موضوع جباية مشان يستفيدوا الأموال، لأنهم يعني شبه مفلسين أصبحوا. يعني المكان هذا كان يصلب العالم فيه، يضل 3 أيام 4 أيام، بما أنه مكان معروف ومنطقة معروفة، يضل 3 أيام 4 أيام لل5 أيام يعيفوه ميت هون، بعد ما يقتلوه لسه آثار الدم موجود هون. هاي مكان إيده هون وإيده هون، والصلب هون يربطوا إجري كمان، يضربوا طلقة ويعيفوه هون. في الملف العراقي، الزميل حسام الأحبابي يستعرض لنا كيف سرق داعش منازل وأراضي أهالي الموصل لأهداف عسكرية. في وقت يحاول داعش إخفاء جرائمه مع اقتراب الموصل من يوم التحرير، تتكشف يوما بعد آخر ممارساته القمعية. أخبار الآن توثق مجددا تلك الجرائم، وهذه المرة جريمة مصادرة التنظيم منازل أهل الموصل. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أكدت قيام كوريا الشمالية بتجربة صاروخية جديدة، وكوريا الجنوبية واليابان تنددان بالتجربة وتقولان إنهما تبحثان إجراءات تمنع تكرارها. ستواصل اليابان التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتحليل المعلومات والتعامل بحزم مع الوضع في كوريا الشمالية، وسنسعى أيضا إلى التنسيق الوثيق مع الصين وروسيا والمجتمع الدولي من أجل حث كوريا الشمالية بقوة على التقيد بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. دراسة جديدة تربط بين استخدام الهاتف النقال وألام الرقبة والكتف مع الزميل عبير عبدالله، التي ستستضيف أخصائي جراحة العمود الفقري.
لابد من هذه التكنولوجيا الجديدة اللي نستخدمها بشكل يومي تقريبا. في الحقيقة في النهاية لازم الشركات نفسها تلاقي حل هالموضوع، يعني لأنه صعب جدا الإنسان يمسك في يده الجوال ويحطه على مستوى العين، عشان هذا عندنا دائما قابلية أنه ننزل الرأس لتحت. طبعا ننصح أنه نحدد وقت استخدام الموبايل، مش فترة طويلة. إذا نقدر نستخدم الجوال الابليكيشنز أو الفيسبوك على السكرين الموجود في المكتب، نحدد أقل الساعات اللي نقضيها في الموبايل نفسها. انطلاق قمة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية دعماً للابتكار، الإمارات تحتضن قمة لرواد الأعمال الرقمية، والمزيد سنتابعه مع الزميل زكريا النعساني. منصة جديدة تتيحها دولة الإمارات لدعم الابتكار ودعم رواد الأعمال الرقمية. شركات كبرى اجتمعت هنا من أجل دعم الابتكار ودعم المبتكرين ووضع الإمكانيات المناسبة في منطقة الخليج العربي. نحن اليوم في قمة الابتكار، القمة اللي اليوم حكومة دولة الإمارات تسعى إلى عمل ابتكار على المستوى الحكومي، نسعى كذلك إلى وجود أفكار مبتكرة على المستوى القطاع الخاص. هنا نحن نجتمع مع جميع الشركات التي لها أفكار ريادية على مستوى العالم. عندنا شركات نفس أوبر، لينكدين، آي بي إم، كذلك جوجل. هل أسست القاعدة إمارة لها في إدلب؟ هذا جزء من فيلم وثائقي من إنتاج الآن، نعرضه اليوم في استوديو الآن ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. توصلت المعارضة المسلحة في حي القابون بدمشق مع نظام الأسد إلى اتفاق يقضي بتهجير أهالي الحي والمعارضة المسلحة إلى الشمال السوري، ورصد مراسل أخبار الآن في هذا الإطار المرحلة الأولى من عملية التهجير التي ستشمل 5000 مدني عسكري موزعين على مراحل عدة، نتعرف عليها في التقرير التالي. نحن الآن داخل حي القابون شرق العاصمة السورية دمشق. اليوم بدأ تنفيذ اتفاق جديد يقضي بتهجير سكان هذا الحي من مقاتلين وذويهم. طبعا أولى البنود ستنفذ اليوم بإخراج المصابين والجرحى إلى الشمال السوري ضمن دفعة أولى سيتبعها عدة دفعات ليصل العدد الإجمالي للمرحلين إلى الشمال السوري إلى أكثر من 5000 شخص. معي الآن أحد المقاتلين في قوات المعارضة السورية والذي سيخرج إلى الشمال السوري. نحن إذا بدنا نحكي بشكل عام عن الحي، حي الأبو، حكي لنا قديش قاتل، قديش صمد، وكيف أنه وصلتوا لمرحلة خلاص أنه ما عاد في مجال لحتى تصمدوا أكثر؟ والله وصلنا لمرحلة أنه على المقرات صار في حراس، ما عاد في نقاط، صارت على المقرات الحراس. قدم الحي بما فيه الكفاية من شباب ومن دم ومن سلاح ومن ذخيرة، ما خلى شيء ما قدمه، قدم الغالي والنفيس. معي الآن أيضا أحد المقاتلين ليحدثنا كما أيضا عن الرحيل إلى الشمال السوري. بداية قديش اليوم أنتوا المشاعر مختلطة عليكم بين أسى وحزن لأنه حتشوفوا حيكون لآخر مرة؟ هلا إحنا هو الأسى بقلبنا كتير والزعل على بلدنا كتير، بس إحنا ما في رجعة، يعني خالص بلد خالص، يعني صرنا 75 يوم دمار 80% من الحي القابون. هو أصلاً حي ما عاد صفي، يعني بالقابون بيوت لأنه نسكنها ما عاد فيه. إحنا طالعين غصب عنا، ما بكيفنا غصب عنا، وإحنا ما لنا راجعين. اللي بيقول لك إنه راجعين قل له كذاب، وما رح يقول لك مثل غير بلاد راجعين يا هوا ومن هذا الحكي. إحنا عملنا حالنا وطالعين، ويمكن يا منشوفها لبلدنا يا ما منشوفها. إذا سقط النظام يمكن نرجع لها، بس أما غير هيك ما مستحيل. إذن كما نشاهد مشاعر مختلطة من الحزن والأسى تخيم على مقاتلي حي القابون وذويهم. ربما تكون هذه هي اللحظات الأخيرة التي لن يشاهدوا بعدها هذا الحي. كان معكم جواد العربيني لأخبار الآن، العاصمة السورية دمشق. من ريف دمشق مع مازن الشامي مراسل وكالة قاسيون في دمشق وريفيا. مساء الخير مازن.
5000 ممن سيتم ترحيلهم بهذه العملية. فيما يتعلق بهذه المرحلة الأولى، ما التفاصيل التي تعرفها؟ العدد الذي ضمته هذه المرحلة، عدد الجرحى؟ نعم، مساء الخير. يعني اليوم كالدفعة الأولى بالفعل كما ذكر مراسلكم اليوم التقينا به هناك أثناء توثيق الانتقال إلى الشمال السوري. كان هناك حوالي 20 حافلة توجهت إلى الشمال السوري. طبعا هذه الحافلة تقل ما بين 1000 إلى 1500 شخص. طبعا النظام يقول أن هناك 2200 شخص، طبعا العدد غير دقيق حتى اللحظة. اليوم كان معظم الذين خرجوا هم من المصابين. كان من المفترض أن تكون هناك اليوم 3 حافلة فقط سوف تنقل فقط الجرحى، لكن مع توافد الثوار والمدنيين مباشرة تصور النظام يريد ترحيل هذه العائلات بشكل سريع، أتى بأكثر من 16 حافلة أخرى وتم نقل المدنيين والثوار إلى الشمال السوري. لكن الشيء اليوم يعني الذي حصل اليوم، هناك بعض الثوار والمدنيين رفضوا الخروج إلى الشمال السوري ودخلوا إلى الغوطة الشرقية مع عائلاتهم، وسوف يتم إخلاء حي القابون بعد غد بشكل نهائي. طبعا اليوم جرى اطلاق نار على المهجرين من قبل احد العناصر الذي يعتبر نفسه انه ثوري، وهو بالاصل لا يتبع لاي عنصر من الجيش الحر. وطبعا الذي اطلق النار هو ابو دحام البلوى، واخوه طبعا معروف في حي القابو بانه هو عضو لجنه المصالحه، حيث قامت المجموعه باطلاق الرصاص. ما الذي نتج عن هذا اطلاق النار هذا؟ نعم، نتج بالفعل سقوط 3 شهداء من 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 الثوار وايضا من المدنيين، بالاضافه لعدد كبير من الجرحى. طبعا حتى الهلال الاحمر التابع للنظام لم يسعف هؤلاء، مما اضطر فرق الدفاع المدني الى مباشره التدخل واسعافهم وعلاجهم بالادوات البسيطه. طيب، بعد ما بتفاصيل اكثر عما لخصه مراسلنا كما سمعنا بعد قليل وتحدث إلى بعض هؤلاء، 20 حافلة قلت، تقريبا 1500 هذه الحافلات اليوم تحمل. هل من أرقام ولو تقريبية عن عدد الجرحى بينهم المدنيين ومن المعارضة المسلحة، بغض النظر عمن رفض وذهب إلى الغوطة؟ طبعا اليوم نحن تفاجأنا بأن النظام كان يسهل أمور الخروج. يعني تصوري غير باقي المناطق، كان في باقي المناطق كان هناك تسجيل لأسماء ومن ثم الخروج. اليوم من يريد الخروج أن يصعد مباشرة، يعني تصوري أي أحد يريد الخروج يصعد بدون تسجيل أسماء. لذلك لم نستطع اليوم تصديق العدد الدقيق للذين خرجوا والذين صعدوا إلى الحافلات. لكن هناك أمرين هامين حصلا اليوم أيضا. يعني اليوم النظام صادر كاميرات لإحدى القنوات الإخبارية كانت برفقة أحد الإعلاميين الذين ذهبوا إلى الشمال السوري. يعني تصوري النظام لا يصادر الأسلحة وصادر كاميرات هذا الإعلامي، هذا يدل على أن حقد النظام على الإعلاميين والناشطين الذين كانوا يوثقون جرائم الأسد. والأمر الآخر والأخير وهو أن النظام اليوم كان يستغل انشغال الأهالي لاستعداد التهجير، وقام بالتقدم في أحد نقاطه في حي القابون وقام باعتقال بعض المدنيين وبعض الثوار. أنا أشكرك جزيلا. من ريف دمشق مازن الشامي، مراسل وكالة قاسيون في دمشق وريفها. حمل تسجيل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري رسائل عدة لقائد جبهة النصرة سابقا أبو محمد الجولاني وأولئك الذين يحملون أفكار القاعدة في سوريا. تمثلت هذه الرسائل برأي صحفيين ومختصين متابعين للشأن السوري بتذكير الجولاني بتبعيته وتنظيمه للقاعدة وللظواهر الذي طالبه بعدم التمسك بالروح الوطنية السورية والعودة إلى كنف القاعدة والتخلي عن أطماعه أي الجولاني بإقامة إمارة خاصة به في سوريا. يعني فقط هذه الرسالة إذا حاولت أن تفكك عناصرها وما تحمله من رموز خفية، هي تريد أن تقول للجولاني أنك قد وجدت كوسيلة من أجل تحقيق حلم القاعدة في الانتشار والحرب وإيذاء الإنسان المسلم. وهذه الرسالة تحمل في طياتها دعوة للجولاني للعودة إلى مسلمات نظريات القاعدة، لذلك يطالبه بعدم
التمسك بالروح الوطنية السورية. الجولاني ما أعتقد أنه يمتثل، إذا كانت الرسالة للجولاني ما أعتقد أن يمتثلها، لأنه الجولاني فعلا له أطماع، واضح من رسائله ومن خطاباته أن هذا الرجل يعني عنده أطماع في سوريا، عنده أطماع في إمارة، عنده أطماع في أن ولو كانت في بقعة صغيرة ما عنده مشكلة، ولكن أنا ما أعتقد أنه الرسالة ستكون عليها لها تأثير كبير على الجولاني نفسه. هذا الرجل له أطماع كبيرة جدا. عندما يوجه رسالة، الرسالة كانت موجهة في ظاهرة لعوام ما يسمى المجاهدين، وفي باطنة موجهة إلى الجولاني وقيادات النصرة. الرسالة الموجهة للجولاني كانت من خلال تذكيره أن هؤلاء العناصر فكريا يتبعون لنا كتنظيم قاعدة، وبالتالي لا يمكن أن يلعب الجولاني أو غيره على فصل مشروع جبهة النصرة عن مشروع تنظيم القاعدة، لأن الظواهري يقول هؤلاء مرتبطون بنا فكريا، ونحن نحمل مشروع أمه ولا نحمل مشروع وطني، كما بدأ منذ فترة الترويج داخل أوساط النصرة في سوريا. ما هي الرسالة التي أراد الظواهر توجيهها للجولاني، وهل يمتثل الأخير لها؟ تساؤل ندعوكم مشاهدين للتفاعل معه على منصات تلفزيون الآن، على مواقع التواصل الاجتماعي. لم يعد ممكنا عمل الصحفيين بحرية في إدلب منذ مدة من الزمن، وكان هذا سببا لإرسال قناة الآن 3 مصادر سرا إلى المحافظة للوقوف على واقع الأمور وتصوير ما يجري هناك. مصادرنا وجدت أن فرع القاعدة في سوريا هو أكثر الفصائل هيمنة عسكريا على الأرض، وأن شعارات القاعدة والظواهري تغطي الجدران، كما وشاهدوا آلاف الصينيين ومن دول آسيا الوسطى يسيطرون على مدينة جسر الشغور وريفها. جنان موسى لديها تفاصيل. هذه صور فريدة من نوعها من داخل إدلب، غير خاضعة لأي رقابة. بطريقة خفية تجاوزنا نقاط التفتيش التابعة لجبهة النصرة. صورنا حصرا جهاديي تنظيم القاعدة الصينيين ومن دول آسيا الوسطى المنتشرين في المحافظة. وهذه صور خاصة من إحدى المعارك لكتيبة الأوزبك المتمركزة في مدينة إدلب، والتي تقاتل جنبا إلى جنب مع النصرة. في أماكن كثيرة في إدلب الشعارات المتطرفة تغطي الجدران، في أماكن أخرى يرفرف علم تنظيم القاعدة، فضلا عن انتشار أقوال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. هذه هي إدلب كما لم تروها من قبل. هذا التقرير هو جزء من الفيلم الكامل الذي أعدته مراسلتنا جنان موسى تحت عنوان مهمة سرية في إدلب. يمكنكم مشاهدة الفيلم الكامل عبر موقعنا الإلكتروني. أفادت مصادر ميدانية بأن معارك عنيفة تدور بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية في محيط قرية هنيدة في ريف الرقة الغربي. وأوضحت المصادر أن طائرات التحالف الدولي شنت بالتزامن مع المعارك غارات على مواقع داعش في المنطقة. معي من عين العرب كوباني مصطفى بالي الصحفي. مساء الخير، أهلا بك معنا مصطفى. إذن بستة كيلومترات تفصل قوات سوريا الديمقراطية عن الرقة، مدينة الرقة، بعد السيطرة على بعض القرى. هل ممكن أن نفهم أكثر ما الذي حدث بمعارك اليوم؟ نعم، مرحبا بكم. طبعا كما تابعتم، بالتزامن مع إعلان تحرير مدينة الطبقة من قبل تنظيم داعش، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية انطلاق المرحلة الرابعة من حملة غضب الفرات لتحرير الرقة. هذه المرة في المراحل الثلاث الماضية كانت تسمى عزل الرقة، الآن المرحلة الرابعة هي مرحلة تضييق الخناق ومن ثم تحرير الرقة. كما ذكرتم هناك معارك في الجهة الغربية لمدينة الرقة و الجهة الشمالية بشكل خاص، طبعا لطيران التحالف الدولي، وتقدم ملحوظ على الأرض
بالذات في الجهة الشمالية، استطاع مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية الوصول إلى تقريبا نستطيع أن نقول مشارف المدينة، فيما إذا اعتبرنا المراكز الحيوية هي جزء مكمل لضواحي المدينة، فمثلا معمل الأعلاف ومحلج الأقطان وصوامع القمح هي حتى معمل السكر، هذه منشآت محازية لمقر الفرقة 17 العسكري السوري المعروف في مدينة الرقة. هذه المنشآت تعتبر العتبات الأولى لمدينة الرقة. أعتقد ضمن بحر هذا الأسبوع ستصل المعارك إلى الضواحي الأولى لمدينة الرقة. نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات من عين العرب كوباني مصطفى بالي الصحفي، شكرا. لجأ تنظيم داعش أثناء احتلاله مدينة الطبقة في ريف الرقة، لجأ إلى عدة أساليب لجبي الضرائب من المدنيين، ففرض قرارا بوضع السواتر الترابية أمام المحال التجارية، وكل من يخالف ذلك القرار يتعرض للسجن ويدفع غرامة مالية تصل إلى $50 أمريكيا. أخبار الآن تجولت في مدينة الطبقة ورصدت الساحات التي كان مسلحو داعش يعدمون فيها المدنيين، تفاصيل في هذا التقرير. لدى دخولك مدينة الطبقة المحررة حديثا من تنظيم داعش لن تجد مدنيين إلا قليلة، لكن هنالك ما يثير فضولك. تقترب أكثر لتكتشف أنها سواتر وتحصينات منتشرة في أرجاء المدينة كلها، وقد كان يستخدمها التنظيم مصدرا لجباية الأموال، وربما تصح تسميتها بالعقاب الجماعي للمدنيين الذين عانوا من داعش أثناء احتلاله المدينة. هي موضوع جباية، موضوع جباية مشان يستفيدوا الأموال، لأنهم يعني شبه مفلسين أصبحوا. وفي منطقة السوق وسط المدينة هنالك ما تقشعر له الأبدان، حيث المكان الذي نفذ فيه التنظيم معظم عمليات الإعدام والتصفية بحق المدنيين وأفراده، ليقوم بعدها بتعليق الضحية على هذه الشاخصة وتركه مدة تتراوح بين 2 و4 أيام، والغرض من ذلك دب الرعب في نفوس المدنيين كي لا يتجرؤوا على مخالفة قوانين التنظيم في الطبقة. هون المكان هذا كان يصلب العالم فيه، يضل 3 أيام 4 أيام، بما أنه مكان معروف ومنطقة معروفة، يضل 3 أيام 4 أيام لل5 أيام يعيفوه ميت هون بعد ما يقتلون، لسه آثار الدم موجود هون. هاي مكان إيده هون وإيده هون، والصلب هون يربطوا إجري كمان يضربوا طلقة ويفوا هون. ومع الهدوء الذي يعم الطبقة عقب تحريرها من التنظيم، لا تزال كثير من الخفايا والجرائم في المدينة مجهولة، فمعظم من فيها غادرها خوفا من الألغام المنتشرة في أرجائها. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قيام كوريا الشمالية بتجربة صاروخية جديدة، وقالت إنها لا تزال تقيم نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه. في سياق متصل نددت كوريا الجنوبية واليابان بالتجربة، وقالتا إنهما يبحثان إجراءات تمنع تكرارها. المزيد في التقرير التالي. مرة أخرى تجربة أخرى، وصاروخ باليستي جديد ينخر عنان سماء شبه الجزيرة الكورية ويسقط في منطقة واقعة بين روسيا واليابان. المعلومات الأولية تفيد بأنه انطلق لمسافة 700 كيلومتر تقريبا، في حين وصل إلى ارتفاع تجاوز 2000 كيلومتر خلال مدة زمنية قدرت ب30 دقيقة. مكتب هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قال إن كوريا الشمالية أطلقت صباحاً الصاروخ البالستي الذي لم يعرف طبيعته، مرجحة أن يكون نوعاً جديداً من الصواريخ من منطقة تقع شمال غربي العاصمة بيونغيانغ. كيم جونغ أون أراد على ما يبدو إرسال تهنئة للرئيس الكوري الجنوبي الجديد على طريقته الخاصة، باعتبارها أول تجربة صاروخية منذ وصوله لسدة الحكم، لا سيما وأن الأخير تعهد في خطابه الرئاسي بكبح الطموحات النووية لكوريا الشمالية. بدوره استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقوط الصاروخ على مقربة من شواطئ روسيا لإطلاع موسكو على مدى الخطر الحقيقي المحدق بها واجتذابها إلى صف التحالف ضد بيونغيانغ
في محاولة لعزل الأخيرة نهائياً عن أي تحالفات مفترضة قد تزيد الأمور تعقيداً. فيما أكدت موسكو فرضية ترامب وأبدت قلقها المتزايد حيال تجارب كوريا الشمالية الصاروخية. الناطق الرسمي باسم الكريملين قال إن الرئيسين الروسي والصيني ناقشا الوضع بالتفصيل في شبه الجزيرة الكورية خلال لقائهما في بكين، وعبرا عن قلقهما من تصاعد التوتر. الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية باتت على صفيح ساخن، ويتخوف الكثير من المراقبين من اندلاع حرب نووية لا تحمد عقباها، لكن شغف بيونغ يانغ بإطلاق مزيد من الصواريخ متواصل، ورسائلها أضحت مقروءة للجميع. كل عقوبات جديدة سيتبعها تجارب صاروخية جديدة. تولى إيمانويل ماكرون مهامه الرئاسية رسمياً اليوم بعد أسبوع من فوزه على منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين. وقال ماكرون في خطاب رسمي يفتتح به ولايته الرئاسية، قال إنه لن يتنازل عن أي من الالتزامات التي قطعها، وأنه يجب أن نعمل بطريقة عادلة وفعالة من أجل شعبنا. وفق ماكرون، مضيفا أن العالم وأوروبا يحتاجان أكثر من أي وقت مضى لفرنسا، وأنه سيعمل على مواجهة الإرهاب. فاصل قصير نعود بعده لنتابع. كيف يواجه داعش القوات العراقية داخل أزقة ضيقة في الموصل؟ أهلا بكم من جديد. أعلنت القوات العراقية اليوم أنها طوقت منطقة الموصل القديمة بالكامل، وأنها بدأت باقتحام حي 17 تموز في الموصل. يعد هذا الحي آخر وأكبر معاقل داعش في الموصل، كما أنه أخطرها منذ سنوات حتى قبل سقوط المدينة في يد مسلحي التنظيم المتشدد. معي من إربيل محمد هموندي، الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. نعلم كيف يوصف هذا الحي إذا ما بدأنا بحي 17 تموز، كأنه أكبر آخر وخطر. كيف يمكن أن نشرح أين تكمن خطورة هذا الحي؟ نعم اليوم طبعا اشتد الهجوم على عدد اطراف لمدينة الموصل، حيث تمكنت القوات العراقية في دخول الى حي 17 تموز من جانب الغربي لمدينة الموصل. وهذا الحي مهم التي تمتد من حي العربي الى مركز المدينة، وهي منطقة وسطية، ويؤمن هذا الحي العزل بين مناطق عن بعضها البعض، وهي منطقة واسعة، وكذلك يؤمن هذا الحي الانطلاق والتحشد بالنسبة لأهداف اللاحقة لقوات العراقية، ويؤمن أيضا الرصد والإسناد المدفعي والطيران الواسع بالنسبة للقوات المشتركة العراقية. وكذلك تمكن القوات العراقية في خرق أكثر من دفاعات العدو حول مدينة القديمة، وأصبح هذه المدينة أي مدينة القديمة محاصرة في كافة الأطراف. وبدأ الداعش، نجد أن داعش يتراجع، وذلك لأسباب كثيرة، لأن الداعش يعاني من التناقص من العدة والعدة، وكذلك ولعدم وجود التعويض له، وكذلك يتناقص أيضا من إمدادات والتموين المحددة أو مفقودة. نعم. له، وكذلك حيث إن داعش محاصر في هذه المدينة الصغيرة، أو أنا أقول أجيب الساقط في كافة الأطراف. ما الخيارات أمامه اليوم بعد التطويق الكامل أكثر من للموصل القديمة من قبل القوات العراقية؟ طبعا بالنسبة لل أمامهم أمام الداعش فقط أما المقاومة
أو 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 الحرب أو الموت، لأن داعش حيث محاصر في كافة الأطراف وليس له المكان أو 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 الملجأ أو الطريق التي يتمكن أن يتهرب فيها. ولذلك حيث إن نفذت جميع، أنا أقول بصراحة داعش يعاني الآن من الإرهاق النفسي والمعنوي، لأن أصابتهم ملل والإرهاق، وكذلك أكثر خسائرهم من الموت والجرحى لا يمكن إخلاؤه في ساحة القتال. وكذلك من جانب الآخر الضغط المدنيين عليهم وخوفهم من الانقلاب والإنفلات الأمني في داخل مدينة الموصل. نعم، طيب سيد محمد، لأن الآن الأهالي الموصل القديمة يعانون من أزمة كبيرة من جانب لقلة المواد الصحية. نعم سيد محمد، ومحاصرين من كل جوانب وعلي، والآن تسمعني سيد محمد، ضخم وهجوم من قبل القوات العراقية عليهم، وكثافة النار كثيرة، وخاصة بعد التحرير حي 17 تموز يؤمن للدبابات بأن تكون إصاباته دقيقة وصارمة وتدمير مواضعهم محصنة، خاصة المواضع الدفاعية للداعش. وكذلك نجد من في الأيام القليلة الماضية التنسيق الجيد بين قوات التحالف، أي قوات الأمريكية وقوات الجيش العراقي، بإسناد حتى المدفعي وإسناد الجوي، وحيث نجد في الأيام الأخيرة خاصة اليوم إن الأهداف الكثيرة التي تمكنت القوات الجوية من العراقية وكذلك من جانب التحالف في تدميرها، وخصوصا المخازن والمواقع المحصنة لداعش، وتم تدميره من قبل القوات الجوية وقوات التحالف. وكذلك لا يسمعني طبعا سيد محمد، رغم ما يعاني، أنا أعتذر، يعني ما في حل تاني، انتهى وقتنا. سيد محمد هماوندي الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك من إربيل. لم يكتفي داعش بمصادرة منازل الموصليين وممتلكاتهم لكون أبنائهم منتسبين للقوات الأمنية والعراقية العسكرية، بل سارع هذه المرة إلى مصادرة منازل تدخل وفق تقديراته ضمن خططه الميدانية الإرهابية. إذ صادر منازل متجاورة مع بعضها لكي يتنقل بين منطقة وأخرى بمواجهة القوات العراقية، لاسيما بين الأزقة الضيقة. زميل حسام الأحبابي لديه التفاصيل. منذ أن احتل داعش الموصل في 10 حزيران 2014، لم يكتفي بسرقة مقدرات المدينة وثرواتها الطبيعية، بل سارع إلى مصادرة مئات المنازل التي تعود لمنتسبي القوات الأمنية والعسكرية العراقية ولمن عارض التنظيم وسعى إلى مقاومته سراً. اليوم نوثق المكان الذي كان داعش يصادر منه ممتلكات الموصليين ومنازلهم، وهو ما يسميه التنظيم ديوان العقارات الذي أحرقه قبل أن يغادره هربا. إذ تظهر لقطات حصرية حصلت عليها أخبار الآن خلال تغطيتها المرحلة الثالثة من عمليات تحرير الجانب الأيمن من الموصل، تظهر مقرا كان داعش يدير منه ممارساته القمعية في مصادرة منازل المواطنين وممتلكاتهم بالقوة، ويسلمها إلى أتباعه ومقاتليه وفق عقود إيجار سنوية تدر عليه أموالا لدعم عملياته الإرهابية. هذه الممارسات القمعية التي ارتكبها داعش لم تتوقف عند هذا الحد، إذ صادر مقاتلو التنظيم خلال مواجهتهم القوات العراقية المتقدمة للتحرير منازل مواطنين متجاورة مع بعضها، وفتحوا فيها منافذ تتيح لهم التحرك والتنقل من منطقة إلى أخرى تجنبا للانتشار بشوارعها مع وجود عمليات عسكرية. فضلا عن كونها تتيح لهم الهرب من منطقة إلى أخرى، لا سيما في الأزقة الضيقة، وهو ما أكده هذا المواطن الموصلي. على صفحة اللوخ معبر عبارة، يعبرون من هذيك الصفحة على الصفحة، من بيت على بيت يعبرون. تعال شوف صور كله.
شهادات أخرى من أهل الموصل أنفسهم توثق الجرائم التي ارتكبها داعش ضدهم لقرابة 3 سنوات من خلال مصادرة منازلهم والعبث فيها، ليس لمجرد كون ملاكها منتسبين لأجهزة الأمن أو الجيش العراقي فحسب، بل لأنهم غادروا ما يصفها داعش أرض الخلافة. والله إذا أخذوا تنظيم داعش قال أخوك خارج أرض الخلافة، خارج أرض الخلافة مالنا، ويصاب قلنا له هو بالشمال، قال إذن هذا مع العصاة والمرتدين، هذا كافر. هذا اللي وقع من الدواعش، مقرات داعش، من تقدمت القطاعات العسكرية حرقوا مقراتهم وانهزموا بادوش. على مدى السنوات التي احتل فيها داعش ثاني أكبر مدينة في العراق، بات مواطنو الموصل أكثر إدراكاً ووعياً للإرهاب الذي كشفوا خديعته في وقت مبكر، مؤكدين أنهم سيقاتلون داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية بكل الوسائل ولن يسمحوا بعودته، وأنهم سيبلغون قوى الأمن عن الإرهابيين حتى لو كانوا من أبناء جلدتهم. تصاعدت في السنوات الأخيرة وتيرة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات الحكومية في العديد من الدول، والتي من المتوقع أن تستهدف مستقبلاً بنى تحتية حرجة على غرار شبكات الطاقة الكهربائية وأنظمة التحكم في المواصلات وحركة الطائرات، الأمر الذي يستوجب على الحكومات اتخاذ إجراءات أمنية مشددة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. تتزايد المخاوف الدولية من حرب إلكترونية متوقعة ربما تكون أكثر فتكاً من سابقاتها من حروب الأسلحة الفتاكة التي تحمل الطائرات والصواريخ والمدرعات. شركة أمن المعلومات الأمريكية كايلانس أشارت في تقرير لها إلى أنه رغم عدم حصول هجمات إلكترونية ضخمة على البنى التحتية حتى وقتنا هذا، لكن بوادر مثل هذه الأزمات بدأت بظهور، حيث تمكن قراصنة إيرانيون من الحصول إلى خدمات بعض شركات الاتصال والطاقة والنقل، وتصنف بعض البنى التحتية على أنها أكثر حرجاً، أي أن المساس بها قد يؤدي إلى مشاكل أمنية ضخمة تهدد الأمن القومي على غرار منشآت توليد الطاقة وأنظمة الاتصالات والمفاعلات النووية. ورغم الاهتمام الكبير بتطوير تقنيات الجدران النارية والبرمجيات المضادة للفيروسات، إلا أن هذه الوسائل لا تضمن الحماية الدائمة من الهجمات الإلكترونية، فبعد انتهاك أنظمة الحماية الخاصة بالبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، تبين أن كافة أنظمة الحماية المدنية مخترقة بالكامل، كما توقع الباحث البريطاني الذي نسب إليه الفضل في إيقاف انتشار البرنامج الخبيث أن المهاجمين ما زال بإمكانهم تشفير البرنامج وإعادة الهجوم. لكن هناك ما هو أسوأ، فبحسب موقع سيليكون ريبابليك المتخصص في التكنولوجيا، فإن الحرب العالمية القادمة والتي غالبا ما ستكون نووية قد تندلع بسبب فيروس إلكتروني. انطلقت اليوم أعمال قمة الابتكار وريادة الأعمال التي تستضيفها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات على مدى يومين، وذلك بحضور مجموعة من كبار الشخصيات والخبراء في مجال التجارة الإلكترونية من مختلف دول العالم، إلى جانب كبرى الشركات التي استعرضت تجربتها في مجال التجارة الرقمية واستخدام الحلول الذكية. الزميل زكريا نعساني حضر أعمال القمة وعاد بهذا التقرير. مشهد اقتصادي جديد ينتظره العالم خلال السنوات القليلة القادمة. قطاعات أعمال حديثة قد تتصدر المشهد الدولي الذي تتسابق فيه الشركات لتقديم أفضل ما لديها من خدمات وحلول ذكية، ما يفتح الباب أمام المبتكرين للتنافس وبذل المزيد لمواكبة الثورة الرقمية. قمة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية 2017، حيث كبرى الشركات العالمية تجتمع برواد الأعمال التقنية وتتبادل معهم خبرات وأفكار قد تدفع بعجلة التطور التجاري في كل أنحاء العالم تحت سقف واحد، دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن اليوم في قمة الابتكار، القمة اللي اليوم حكومة دولة الإمارات تسعى إلى عمل ابتكار على المستوى الحكومي، نسعى كذلك إلى وجود أفكار مبتكرة على مستوى القطاع الخاص. هنا نحن نجتمع مع جميع الشركات التي لها أفكار ريادية على مستوى العالم. عندنا شركات نفس أوبر، لينكدين، آي بي إم، كذلك جوجل. أنماط وأساليب تجارية جديدة
وحلول مبتكرة قدمتها جلسات القمة التي تنوعت في مضمونها وأثرت في أفكارها المطورين والمبدعين والمستثمرين على حد سواء، الذين بدورهم عرضوا إنجازاتهم وابتكاراتهم على المشاركين لتعزيز التبادل الفكري المرتقب الذي تطمح إليه قمة هذا العام. كل الشركات اليوم اللي حاضرة معانا من جوجل، لينكدين، اند تويتر، فيسبوك، امازون، I'm not missing anyone إن شاء الله، كلهم مشاركين معانا اليوم. يوم شافوا إقبال من جهات الحكومية أو جهة حكومية مقبلة على التعاون، سواء كان للدخول الذكي أو لأي خدمات أخرى من تحت المختبر الابتكار، تحت الامجاف أو شيء، شافوا في مبادرات من عندنا فاستقبلوا هالشيء وتموا بالعكس يشوفون شو عندنا من حلول وكيف نقدر نتعاون معهم. حلول مبتكرة وضعتها الشركات المشاركة بين يدي العالم، وإلى جانبهم طلاب جامعات شاركوا أيضا بأفكارهم ومشاريعهم وقدموا ما توصلوا إليه من حلول ذكية تدعم شتى المجالات. نحن منا مشروع التخرج اللي هو بيحل مشكلة الشبكات المعرفة برمجيا، وهذا هي النوع من الشبكات موجودة بشركات كبيرة مثل جوجل وجونيبر واتش بي، وهي النوع من الشبكات كتير جديدة، فالأمن تبع ويحاول زيادة الأمن لهالشبكات كتير لساته تحت البحث. ففي مشروعنا نحن بنحاول نحل مشكلة واحدة من هاي المشاكل. عرضنا اليوم باقة من التطبيقات الذكية اللي أطلقتها جامعة الشارقة على مدار السنوات المنصرمة. أول تطبيق كان أي بكام اللي يحدد ميول خريجين المدارس. أيضا عرضنا تطبيق المؤتمرات لجامعة الشارقة. فرصة مثالية فتحت أمام أصحاب المشاريع والرياديين في المنطقة الباب لمعرفة المزيد من الإمكانات التي تقدمها التقنيات المتطورة وتبادل الخبرات والأفكار، ما يجعل من القمة واحدة من الإنجازات التي تنصب في صالح جهود مواكبة التطور التقني ليس عربيا فحسب بل على المستوى العالمي. منصة جديدة تنشئها دولة الإمارات من أجل دعم رواد الأعمال التقنية. شركات كبرى من حول العالم اجتمعت هنا من أجل وضع الخبرات ودعم الابتكار والمبتكرين. لأخبار الآن، زكريا نعساني، دبي. تحدثنا قبل قليل عن وتيرة الهجمات الإلكترونية التي تتصاعد في السنوات الأخيرة وتستهدف المؤسسات الحكومية بكل الدول، بالعديد من الدول. نتحدث عن هذا الموضوع أكثر من الكويت معي العقيد المتقاعد رائد الرومي، مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن نتحدث عن حرب عالمية إلكترونية متوقعة وفق ما ترصدونه اليوم، ما الذي يجعلكم تتوقعون على الأرض هذه الحرب؟ السلام عليكم، يعطيك العافية أختي. وعليكم السلام. طبعا احنا مقبلين على حرب الكترونيه، وللاسف يعني الدول العربيه غافله عنها. اليوم الحرب الالكترونيه تصنف الساحه الرابعه للقتال من بعد الحرب الجويه والبريه والبحريه، وهذا تصنيف صنفته وزاره الدفاع البنتاغون الامريكيه. اليوم اكثر الدول المتقدمه عندها جيوش من الهاكر والمخترقين، نفس اسرائيل، ايران، أمريكا ودول في شرق آسيا. وللأسف إحنا إذا لقينا شخص يعني مواطن هاكر أو مخترق أو يعني محترف بالاختراق، نعم، نحاربه وننظر نظرة المتهم. ما الذي يمنع وجود يعني جهود أكبر للتصدي لهذا الكم من الهاكرز الذي تحدث عنه به طبعا عديد من دول؟ الحين احنا تعايشنا مع هذا الواقع صار شيء طبيعي، وما لمسناه من الهجمات الاخيره هذه ترى ما هي الا البدايه. القادم راح يكون اكبر واشمل وتدميره راح يكون كبير. اليوم السوشيال، يعني انت تخيلي السوشيال ميديا غيرت الخريطه السياسيه في الكويت، غيرت رؤساء وشالت رؤساء وغيرت التركيبه السياسيه في المنطقه. اليوم أي دولة لا تهتم في الجانب السيبراني أو الحروب الإلكترونية فهي تأكدي من الدول العالم الرابع وليس الثالث. اليوم احنا اللي تلاحظين، أنا أكثر من مرة أفتح الجريدة وألقى صفقات مليونية لطائرات وصواريخ ودبابات، واليوم الحرب الإلكترونية غير محتاجة أكثر من جهاز حاسوب آلي لا تتعدى قيمته الـ $1,500. ممكن الهاكر هذول يعني
ممكن 5 10 15 في دولة صغيرة ممكن يكون دولة اقتصاديا يضربونها اقتصاديا. اليوم انت مش محتاج صواريخ ولا دبابات، انت محتاج تقنيين محترفين ممكن يغيروا لك الخريطة السياسية. وللأسف احنا لازلنا اليوم غير مهتمين. اليوم الغرب قاعد يسبقنا وقاعد يدرب عياله وجيله على هذا النوع من الهجمات، واحنا لازلنا متخلفين وقاعد ننظر للتكنولوجيا كأنها ألعاب أو جيم. حتى لو لم يكن صحيح، وحتى لو لم يكن التصدي على الأقل والعمل الشامل يعني على كل الصعود، ولكن على الأقل بالمراكز المهمة والحساسة جدا، نتحدث عن وزارات دفاع أيضا مستهدفة، نتحدث عن استهداف إلكتروني لتقريبا 200,000 جهة بمئات، أكثر من 100 بلد. نعم صحيح، الهجمة الأخيرة طالت الكثير من المنشآت الحيوية، منها الجهات الصحية في بريطانيا، أكثر من 1000 مستشفى في بريطانيا تم الهجوم عليه وتعطيل مصالحه، الاتصالات في أسبانيا، البنوك في الصين، ومركز أو جهاز الأمن القومي الصيني، والقطارات في ألمانيا، نيسان شركة نيسان في بريطانيا. وأنا سمعت في هجمات حالية على شركات اتصالات سعودية، اليوم أنا عرفت الخبر أن في شركات سعودية تم الهجوم عليها، وأكيد في دولنا العربية وفي دولنا العربية أكيد تمت هذه الهجمات، لكن دائما إحنا نفس المعامل، نغطي رأسنا في الأرض. نعم. محتاجين المصارحة والشفافية، لأن هذه المصارحة والشفافية تبين الخلل والضعف، وبالتالي يمكن معالجة الضعف والخلل إذا عرفنا المشكلة. أنا أشكرك جزيلا. من الكويت سيادة العميد المتقاعد رائد الرومي، مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية. فاصل قصير أخير ونعود. أهلا بكم من جديد. دراسة جديدة تربط بين استخدام الموبايل وألم الرقبة والكتف عند طلاب الجامعة. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي بغرفة أخبار الآن. كشفت دراسة حديثة عن هناك ارتباط بين آلام الرقبة وآلام الكتف وبين استخدام الجوال أو الموبايل. حيكون معنا دكتور سيبو قسيس، أخصائي جراحة الأعصاب والعمود الفقري. دكتور، الدراسة هذه تثبت أنه بما أنه الجوال يعني هي حاجة بالنسبة لنا فيها متعة فيها فائدة، ولكن قد تعطينا يعني مشاكل صحية لنا إحنا. ما هي المشاكل الصحية؟ نعم، طبعا دراسة مش واحدة بس، في عدة دراسات مؤخرا يعني آخر 3-4 سنوات أجريت خاصة عند الشباب. هالدراسات كلها نفس النتيجة في النهاية، أنه نسبة آلام الرقبة والكتف وأحيانا أماكن أخرى زي المعصم أكثر من ما سبق. حاليا ما في دراسات تقارن بين الناس اللي ما بتستخدم موبايل واللي تستخدم الجوال، لأنه تقريبا كل الناس تستخدمها، ولكن النسبة يمكن حتوصل ل 60-70% من الشباب هن بيقولوا أنه بيحسوا بآلام أو إزعاج وأحياناً بشد بعضلات الرقبة. نعم. من استخدام خاصة لفترات طويلة. نفس الدراسات بتورجينا أنه مدة استخدام الموبايل مرتبط مباشرة مع شدة الآلام، وهي مزمنة ولا لا. طبعاً في دراسات أخرى كمان إذا بدك نحكي عنها. حتى الوضعية العمود الفقري، فإن الناس اللي بيستخدموا لساعات مطولة بيشوفوها مش سليمة، يعني صوروهم الناس، وحتى في دراسات حطت زي مستقبلات للعضلات، التعصيب للعضلات الرايحة للعمود الفقري في الرقبة مختلفة مع الاستخدام الكتير. نعم. عشان هذا عم يعطي تشنج عضلي مزمن عند الناس. نعم، أعطينا نصائح بسيطة للمشاهدين كيف يعني نحمي نفسنا من هذه الآلام اللي تكون بسبب الجوال أو الموبايل. طبعا مثل ما قلتي حاليا لابد من هذه التكنولوجيا الجديدة اللي نستخدمها بشكل يومي تقريبا. في الحقيقة في النهاية لازم الشركات نفسها تلاقي حل هالموضوع، يعني لأنه صعب جدا الإنسان يمسك في يده الجوال ويحطه على مستوى العين، عشان هذا عندنا دائما قابلية أنه ننزل الرأس لتحت. طبعا ننصح أنه
نحدد وقت استخدام الموبايل مش فترة طويلة. إذا نقدر نستخدم الجوال الابليكيشنز أو مثلا الفيسبوك على السكرين الموجود في المكتب، نحدد أقل الساعات اللي نقضيها في الموبايل نفسها. بس أهم شيء على الأغلب هي أنه نعمل compensation، يعني تعويض الوقت المضي بشيء ثاني يفيد ويحسن عمود الفقري بشكل عام، مثل ممارسة الرياضة بشكل منتظم. نعم. العضلات مشان ترجع لوضعيتها الطبيعية وتخفف الألم. وكمان في طبعا الناس اللي عندهم آلام ننصحهم يشوفوا مختصين، والعلاج الطبيعي يمكن يفيد كتير، يعلمهم تمارين خاصة مثل المطمطة أو الستريتشنج لعضلات الرقبة اللي يمكن تخفف الأعراض ويمكن تمنعها كمان أنه تتفاقم. نعم. دكتور سيبو قسيس، أخصائي جراحة الأعصاب والعمود الفقري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. بعد أن حظيت أطباق السوشي اليابانية على شهرة كبيرة في العالم، أكد أطباء برتغاليون أن تناول تلك الأطعمة يؤدي لانتشار عدوى طفيلية خطيرة على صحة الإنسان، وشدد الأطباء على ضرورة طهي لحوم الأسماك. دائما للمزيد يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، التواصل معنا عبر فيسبوك وتويتر، ومتابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. أنا أشكركم من دبي دائما مشاهدينا على المتابعة، ألقاكم غداً.